هل انت مع استمرار اضراب المعلمين ام ضد؟ والله احنا مش قضية الاستمرار او ضد، احنا مع اعطاء المعلم حقه اينما كان واينما حل. طبعا لا ضد، لانه هذا بيأثر على الطلاب. احنا مع حقوق المعلمين بس الشكل اللي بيحصل حاليا. انا مش مع الاستمرار، بس يعني يجب انه الحكومة انه تنفذ المطالب. لا، لانه ابني كره المدرسة، ابني طفل عمره 9 سنوات يعني بطل حابب يروح على المدرسة. ضد. لأنه الأطفال كلهم بالشوارع. مع استمرار. ليش؟ لأنه مش معطين المعلمين حقوقهم. ضد والله. ليش؟ لأنه الأولاد أكثرهم بالشوارع. بالنسبة للمعلمين يعني أنا مش مع الاستمرار بالإضراب. طبعا لا، إحنا اليوم في عالم تطور، لازم العلم والعلام. اللي كانوا أيام زمان يعلموا تحت السيارة وتوقعوا في البراري ودنيا ودين، لازم المعلم يضحي. كمان لازم يعني كمان سلطتنا تدير بالها على الموظفين، لانه احنا في غلاء فاعل.